يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، أولى حلقات العام الجديد 2022. كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما بصحة وبخير وبسلامة يا رب، وكل واحد نفسه في حاجة تتحقق السنة دي لو متحققتش السنة اللي فاتت. إن شاء الله بإذن الله تكون السنة دي سنة سعيدة عليكم جميعا، واللي احنا دايما مشتركين فيه هو النادي الأهلي، وأمنياتنا أكيد بكل يعني البطولات وبكل المشاركات اللي يشارك فيها النادي الأهلي إن هو يحققها ويفرحنا كلنا بإذن الله في السنة الجديدة. حلقة اليوم حلقة مهمة بالنسبة لنا عشان هي أول حلقة في السنة. السنة اللي فاتت حاولنا نجتهد بشكل كبير لإرضاء كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وجماهير الكرة المصرية بشكل عام، وهنجتهد أكتر بإذن الله من خلال هذا البرنامج وفريق العمل إن احنا نرضي كل المشاهدين وبالتحديد جمهور النادي الأهلي أيضا اللي بيتابعنا من أي حتة هو متواجد فيها، وهدفنا واحد هو دايما مصلحة النادي الأهلي والدفاع عن حقوقه، ده أمر مؤكد جدا. بالتالي هي حلقة مهمة هنتكلم فيها على حاجات كتير زي ما حضراتكم عارفين فيما يتعلق بنادي الحبيب النادي الأهلي، وأكيد أمور تتعلق بالجانب المحلي والجانب العالمي. الأهم كمان من كل ده تواصل حضراتكم معنا في أول سؤال في السنة الجديدة من خلال حلقة الترند، وهي حلقة رقم 301. فأمنياتكم إيه؟ تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام، أمنياتكم إيه للأهلي في السنة الجديدة؟ هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من الحلقة، لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز